فربنا بيقول في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه، أدي الرجاء أهو، سهلة دي الآية، أي معروف معناها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ها أيوه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا رب اكتبنا وإياكم من المخلصين. تعالوا بقى نرجع للآية، عايزين تطمعوا، عايزين ترجوا الجنة، فمن كان يرجو لقاء ربه، أيوة أيوة، بتطمعي في رحمة ربنا، لازم ترجو رحمة ربنا، لازم نعمل حساب للرجاء ده. فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي نفسه يخش بقى ويقف قدام ربنا ويستمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم ويستمتع بدخول الجنة، فليعمل عملا صالحا. عشان كده عشان كده احنا بنفكر بعض في أما بعد بكل حاجة صالحة، بكل حاجة فيها خير، الرجاء في الله. الناس الطيبين والعلماء والسلف الصالح والله كانوا يعلمونا الرجاء في الله ده يعني بشكل حلو قوي. الفطرة السوية تخليني أنا كأب بخاف قوي على أولادي، ودي حكمة ربنا، حتى عند أعزكم الله عند الحيوانات، الأسد مفترس، بس ممكن يفترس أولاده؟ لا، يبقى حنين جداً وهو بيشيل طفله الصغير عشان ينقله من مكان مش آمن يوديه مكان آمن. والحيوانات، الحيوان من دول بعد ما يضع الواحدة فيهم تشيل رجليها عن طفلها الرضيع ده ومولودها الرضيع ده، وإنه في لحظة ممكن يموت. فالفطرة بتقول إن إحنا بنخاف على أولادنا، ودي فطرة ربنا جعلها في كل الخلق. ليه؟ علشان التناسل، عشان بقاء النوع، جيل يسلم جيل يسلم جيل وهكذا حتى يأذن الله بنهاية الدنيا. فيجي واحد بقى من الصالحين وهو سفيان الثوري، فيقوم يقول كلام حلو قوي، يقول أنا أحب حاجة عندي إن حسابي على ربي، وما أحب أن يكون حسابي مع والدي. فيقولوا يا راجل يا راجل، لو يوم القيامة حسابك مع والدك ووالدتك، اللي هيحاسبك والدك ووالدتك يقول لهم لا 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 مش عايز، أنا عايز اللي يحاسبني ربنا. فيقولوا له ازاي يعني؟ ده الوالد الفطرة السليمة ان الوالد ما ياكلش ويأكل اولاده، ان الام ترهق نفسها وتجهد نفسها عشان تربي اولادها. فيقول لهم انا لا احب ان يكون حسابي الى والدي، بل احب ان يكون حسابي مع ربي، أنا نفسي اللي يحاسبني ربي.